بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة متواصلة لكتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، وكنا قد استأنفنا قراءته في الأسبوع الماضي بعد أن انقطعنا نحو العام، وكان آخر ما ذكرناه في هذا الكتاب هو الحديث الثامن أو الحديث الثامن من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب عقده المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام لبيان صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتهت بنا القراءة إلى الحديث التاسع. وكان آخر ما ذكرناه ما يتعلق بمسألة إطالة الأركان، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجعل بين هذه الأركان، بين الركوع والسجود والقيام، فإن هذه الأركان كلها كانت في صلاته صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء كما جاء في الحديث الكريم. ونقف اليوم على الحديث التاسع في هذا الباب، وهو الحديث الثاني والتسعون في سلسلة أحاديث عمدة الأحكام. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث. الحديث العاشر عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. انتهى الحديث. ثم زاد الحافظ عبد الغني المقدسي هذه الإشارة أو هذا البيان، وهذه عادته رحمه الله تعالى أن يشير إلى ما يتعلق بالحديث، فقال: أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو زيد. انتهى كلام الحافظ عبد الغني المقدسي. ولعلك حين قرأت وسمعت هذا الحديث تبين لك المسألة التي نحن بصددها، وهي مسألة جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، فإن هذا الحديث قد جاء في بيانها وفي إقرارها. ولعلي أقدم بهذه الكلمة الموجزة حتى يكون طالب العلم على ذكر مما سيأتي. هذه المسألة، مسألة جلسة الاستراحة، هي من المسائل المشهورة المعروفة والتي اختلف فيها أهل العلم، وهي من مسائل الاجتهاد السائغ التي يسوغ فيها الاجتهاد، فإن أهل العلم اختلفوا فيها، حتى أن المعاصرين أيضا اختلفوا فيها، لكن الأمر فيها واسع، بمعنى من فعلها تدينا وتقربا إلى الله عز وجل واجتهادا فله أجر، ومن تركها فصلاته تامة كاملة إن شاء الله تعالى. هذه المسألة الفقهية كما أسلفت هي مشهورة معروفة، لكن الشارح الحافظ الفقيه تقي الدين بن دقيق العيدي هو بصدد تأصيل هذه المسألة الفقهية،
كيف ما هو معنى التأصيل؟ معنى التأصيل بمعنى أن يعيد هذا الخلاف أو هذه المسألة الفقهية، سواء من قال بجواب بأنها سنة ومن قال أنها ليست بسنة، سيعيدها إلى قواعدها الأصولية التي تفرعت عنها. وهذا من أعظم وسائل بيان علم الخلاف، ومن أعظم وسائل أيضا بيان الصواب من هذه الأقوال. يقول الشارح الحافظ الفقيه العلامة تقي الدين ابن دقيق العيدي: حديث أنس بن مالك يدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في حق الإمام مع الإتمام، وعدم التقصير، وذلك هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمؤمنين، وقد تقدم ذلك والتصريح بعلته. وأما التقصير عن الإتمام فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير هاهنا ترك الواجبات، فإن ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة، وإنما المراد والله أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها. ولعلي نسيت يعني أن أذكر مقدمة أيضا لهذا الحديث. هذا الحديث هو قاعدة شريفة لبيان أن الله تعالى كتب العدل والإحسان في كل شيء، حتى فيها في العبادات، حتى في العبادات. لذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حين يقول: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع بين مقصدين: مراعاة للخلق ومراعاة لأحوال المكلفين، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف من الصلاة، لكن أيضا هذا المقصد ما كان يؤثر في حقيقة الصلاة، فقال أنس: ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يخففها صلى الله عليه وسلم ويتمها على أحسن ما يكون التمام. لذلك يقول الشارح: هذا الحديث فيه طلب أمرين: التخفيف في حق الإمام مع عدم الإتمام وعدم التقصير، وهو الوسط العدل، فإن الله تعالى أمر بالعدل والإحسان حتى في هذه العبادات. قال الشارح: أما التطويل فإنه إضرار بالمؤمنين، وقد تقدم ذلك والتصريح بعلته. وأما التقصير عن الإتمام فبخس لحق العبادة. قال ثم نبه الشارح فقال: ولا يراد بالتقصير هاهنا ترك الواجبات، فإن ترك الواجبات لا شك مفسد للصلوات، لكن المراد قال والله أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها. لذلك هذا الحديث قاعدة شريفة عظيمة، أحوج ما يكون إليها هم الأئمة، أحوج ما يكون إليها هم الأئمة، فإن الله تعالى أمر بالعدل والإحسان حتى في أداء الصلاة، فلا يطيلها حتى يؤذي من خلفه، ولا يقصر فيها حتى يخل من حقها. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني، أو انتقل الشارح إلى الحديث الثاني فقال: والكلام على حديث أبي قلابة من وجوه: أحدها أن هذا الحديث ممن فرد به البخاري عن مسلم، وليس من شرط هذا الكتاب، وأيضا فإن البخاري خرجه من طرق. فإن الحافظ أراد المصنف أو الشارح أن يبين أن الحافظ عبد الغني المقدسي قد وهم في هذا الموضع وخرج عن مقصود الكتاب، فإننا قد بينا آنفا أن عمدة الأحكام، كتاب عمدة الأحكام، كتاب جمعه الحافظ عبد الغني المقدسي في أحاديث الأحكام التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم
رحمهم الله تعالى، لكنه ربما وهم في بعض المواضع فأخل بشرطه، فهذه من المواضع التي أخل فيها ونبه عليها الحافظ ابن دقيق وغيره من الحفاظ، فإنهم كانوا ينبهون ويقولون أن الحافظ عبد الغني قد وهم في هذا الموضع. فهذا الحديث إنما أخرجه البخاري دون مسلم. ثم قال: وأيضا فإن البخاري خرجه من طرق، منها رواية أو رواية وهيب بالتصغيرة، منها رواية وهيب. وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب، وفي آخرها في كتاب البخاري: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذا الحديث هو الذي أشرنا له في مقدمتنا ما يتعلق بجلسة الاستراحة، وهذه الجلسة جلسة الاستراحة معروفة عند أكثر الناس، وهي جلسة خفيفة يجلسها المصلي إذا قام إلى الركعة الثانية أو إذا قام إلى الركعة الثالثة، ولا ذكر فيها ولا تسبيح ولا غير ذلك، فسميت بجلسة الاستراحة. وقد جاءت في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المصنف أيضا من طرق أخرى، يعني من رواية وهيب أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، وأنه رأى وعن مالك بن الحويرث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاته، وهي الركعة الأولى أو الركعة الثالثة هذا المقصود، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فسميت بجلسة الاستراحة. وهذا هو المشهور المعروف عن أهل الفقه أنها تسمى بجلسة الاستراحة. الثاني قال الشارح: مالك بن الحويرث، ويقال ابن الحارث، ويقال حويرثة، والأول أصح، أي مالك ابن الحويرث، أحد من سكن البصرة من الصحابة، مات سنة 94 ويكنى أبا سليمان، وشيخهم المذكور في الحديث هو أبو بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء، عمرو بن سلمة بكسر اللام، الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة. قول الراوي الثالث قوله أي الراوي: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي أصلي بكم صلاة تعليم، لا أريد الصلاة لغير ذلك. قال: ففيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من باب التشريك في العمل، فربما يتبادر إذا أراد بهذه العبادة وهي الصلاة التعليم، فهل يستدعي ذلك أو يلزم من ذلك أن يكون شركا بالله عز وجل، أي من الشرك الأصغر؟ فإن من صلى ليراء الناس هذا شرك. طيب إذا صلى وأراد بذلك أن يعلم الناس، فنبه المصنف أو الشارح هاهنا قال: هذا ليس هذا من التشريك، أي ليس هذا من الشرك، أي من الشرك الأصغر، فإن أراد به التعليم فإنه من السنة. وقد ورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه كيفية السجود، وربما اختلفوا في هذا الموضع هل يؤجر على الصلاة فقط أم يؤجر على التعليم فقط أم يؤجر عليهما معا. والمحققون من أهل العلم يقولون يؤجر عليهما معا، بمعنى يؤجر على الصلاة كونها سواء كانت نافلة
أو فريضة أراد بها التعليم، وكذلك يؤجر على تعليمه، فإن نشر الهدى ونشر السنة وتعليم الناس الخير وتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم القربات. فلذلك نبه الشارح ونبه غيره من الشراح أن هذا ليس من التشريك أو ليس من الشرك. وقد مضى بنا سابقا أيضا في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين علم الصحابة، علمهم كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع قال قوله أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال يدل على البيان بالفعل، وأنه يجري البيان يجري مجرى البيان بالقول، وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرد منها. لذلك الصحابي يقول أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين لهم هذه الشعيرة وهذه العبادة بالعمل. فاستدل من ذلك ابن دقيق العيد وغيره على أن على مشروعية البيان بالفعل، والبيان منه صلى الله عليه وسلم يكون بثلاثة، إما بالقول وإما بالفعل أو بالإشارة كما يذكر ذلك أهل الأصول. قال والبيان بالفعل يجري مجرى البيان بالقول، هما سواء عنده في هذا الموضع. قال ثم قال وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرد منها. وهذا اجتهاد الشيخ ورأيه، ونوزع في هذا الموضع أيهما أقوى في الدلالة. وقبل أن نبين أو نذكر نفرق بين أمرين: الفعل من حيث كونه بيانا، القول والفعل من حيث كونهما بيانا، والقول والفعل من حيث كونهما دلالة. كيف يعني؟ أقول دلالة الفعل، دلالة القول على الحكم الشرعي من الوجوب أو الندب أو الإباحة، فهذا أصل. وكذلك كون القول والفعل بيانا لهذا المجمل، هذا أصل آخر. أما دلالة القول على الحكم فلا شك أنها أقوى من دلالة الفعل. القول أقوى في الدلالة على الحكم الشرعي من الفعل، وهذا أمر نشاهده حتى يعني في بيوتنا. أيهما أقوى أثرا في نفوس أبنائك إذا رأوك تقوم تصلي ولا تأمرهم، أم إذا أمرتهم بالصلاة؟ لا شك أن الأمر بالقول أقوى دلالة على المطلوب من الأمر من البيان بالفعل. فلذلك هذا أصل لا يكاد يختلف عليه أهل العلم، وشذ بعضهم فقالوا أن الفعل أقوى في الدلالة، لكنه قول مرجوح. الأصل الآخر في البيان، أيهما أقوى في البيان، القول أم الفعل؟ ها هنا كأن المصنف قال القول أقوى لكن قيده، قال إذا كان البيان بالقول في على آحاد الأفعال وناصا على كل فرد منها، لأن الراوي ها هنا نص على فرد من أفراد الصلاة أو على سنة من سنن الصلاة وهي جلسة الاستراحة. قال لو نص عليها المؤلف لو نص عليها بالقول كان أقوى دلالة من الفعل، أقوى دلالة من الفعل. لكن المؤلف ها هنا اعترضه غير واحد منهم الصنعاني، قال هذا غير مسلم، القول ربما يكون أقوى في البيان إذا كان بيانا لمجمل القول كما في الزكوات،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مقادير الزكوات بالأرقام، فلذلك كان البيان بالقول أقوى. لكن قال إذا كان الفعل مجملا، إذا كان الفعل مجملا فلا ريب أن البيان بالفعل يكون أقوى. وهذا الذي يميل إليه أكثر أهل العلم، أن البيان بالفعل أقوى من البيان أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. ولعلي أنقل يعني تقريرا لطيفا في هذا الموضع لنجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى، يبين فيه قوة البيان بالفعل. فقال البيان الفعلي أقوى من القولي، ثم علله قال لأن فيه مشاهدة وعيانا لصورة الفعل، لأنه يراه بعينه، وذلك زيادة على ما يفيده مجرد القول. فإن الفعل يجتمع فيه البصر والمشاهدة والعيان. قال فالبيان الفعلي مدرك بالتصور الذهني والإدراك الحسي، بمعنى أن العقل يتابع والعين كذلك تتابع. قال ثم استشهد بالواقع فقال لذلك كان غالب الناس عالما بأفعال الصلاة لتكررها، بخلاف أفعال الحج. قال فإن صبيان مكة، وهذا موضع الشاهد وهي من اللطائف التي تنقل عن الطوفي، قال فإن صبيان مكة أعلم بأفعال الحج من كثير من الفقهاء من فقهاء الآفاق المبرزين، وذلك لدربة هؤلاء الصبيان على الحج، لأنهم يشاهدونه في كل عام، فهم أعلم بأفعاله، أين يقف، موقف عرفة وموقف مزدلفة ومتى الرمي ونحو هذا. وهذا الأمر ليس ببعيد. لكن على كل حال، المؤلف ها هنا وإن كان قدم البيان بالقول لكنه شرطه، قال إذا كان دلالة على آحاد الأفعال، فإنه يكون أقوى من الفعل. الخامس، اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، فقال بها الشافعي في قول، وكذا غيره من أصحاب الحديث، وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهما، وهو المذهب عند الحنابلة عند الإمام أحمد، أنها ليست بسنة. فجمهور أهل العلم على أنها ليست بسنة، وذهب الشافعي إلى استحبابها. قال وهذا الحديث يستدل به القائلون بها، وهو ظاهر في ذلك، يعني من قال بها وأنها سنة، واضحة الدلالة، واضحة في هذا الحديث. لكن من ردها يحتاج إلى اعتذار. قال وعذر الآخرين من أبى ونفى هذه الجلسة، قالوا أنه يحمل على أنها بسبب الضعف للكبر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلسها لكبر وضعف فيه صلى الله عليه وسلم. ثم نقل المؤلف من آثار الصحابة ما يدل على هذا التوجيه وعلى هذا الاعتذار، لأنك إذا رددت حديثا لابد وأن يكون التأويل صحيحا. فالحديث صحيح، وحسبك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رواه. فإذا قلت هذه جلسة الاستراحة هذه إنما كانت من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في سنه وضعف في جسده صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان يجلسها استراحة، كان هذا لابد من هذا لهذا التأويل من دليل.
فأورد المؤلف ها هنا بعض الآثار عن الصحابة، قال كما قال المغيرة ابن حكيم، لعله حكيم ما ضبطها، قال كما قال المغيرة ابن حكيم إنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكرت له ذلك فقال إنها ليست من سنة الصلاة. كان عبد الله بن عمر يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، فلما سئل قال إنها ليست من سنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي، بمعنى كان يتوجع إما شكوى لكبر سنه أو لوهن عظمه رضي الله تعالى عنه. وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر لابن عمر أنه قال إن رجلي لا تحملان، بمعنى أنه لا يستطيع أن يقوم من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية مباشرة هكذا في 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 مرة واحدة، فكان لابد أن يستريح هذه الاستراحة، وعلل ذلك قال إن رجلي لا تحملاني. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في رواية أبي حميد قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتورك، يعني قام إلى الركعة الثانية ولم يتورك أي لم يجلس. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا تسابقوني بالقيام والقعود فإني قد بدنت، يقول للمأمومين لمن يصلي خلفه لا تسابقوني في القيام فإني قد بدنت، بمعنى أن وزنه الشريف صلى الله عليه وسلم مع كبر السن قد زاد، فربما مع كبر السن لا يستطيع أن يقوم مباشرة. إذن هذه هي تأويلات أهل العلم في جعل هذه الاستراحة الثابتة في هذا الحديث الصحيح على هذا المعنى، وأن المقصود بهذه الاستراحة أن هذه الجلسة ليست من قرب الصلاة، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها ليستريح بعد أن كبر في سنه صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت آنفا في مقدمة هذا الحديث قلنا أن هذه المسألة الأمر فيها واسع، بمعنى لا ينكر على أحد من أخذ بها ومن لم يأخذ بها، حتى أن العلماء المعاصرين منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حين أفتى بها وكان يرى سنية واستحباب هذه الجلسة أكد ويقول والأمر واسع، بمعنى من ترك، قال والأمر واسع بمعنى من تركها لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. لكننا في هذا المقام الشريف وفي هذا الموضع الشريف نريد أن نبين لطلاب العلم كيف كان أهل العلم من الفقهاء والأصوليين يوازنون بين هذه الأقوال. وأصول الفقه كما ورد عن ابن دقيق العيد قال هو الذي يقضي ولا يقضى عليه، بمعنى هو الذي يزن بقية العلوم ولا يوزن. فمعرفة القواعد التي بني عليها هذا القول سواء من قال باستحبابها ومن قال أنها ليست مستحبة، لا بد وأن يكون ثم قاعدة استندوا إليها، وهذا الذي يسمى بالتأصيل، بمعنى أن أرجع هذه المسألة الفقهية إلى أصلها إلى قاعدتها، كما أن التفريع أو التخريج هو إخراج أو تفريع المسألة الفقهية من القاعدة الأصولية. فها هنا بدأ رحمه الله تعالى في التأصيل. قال الأفعال إذا كانت للجبلة، بمعنى خلقه الله تعالى عليها جبلته هكذا خلقه الله تعالى عليها، أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة. إذا ثبت أن هذا فعل جبلي، بمعنى فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة من أصل خلقته، لأن المرأة إذا كبر وهن جسمه
فلا يقوم بنشاط. قال إذا ثبت ذلك فإن هذا لا يدخل في القرب المطلوبة، لا يكون ذلك قربة بل يكون ذلك جبلة. ولا بأس أن آتي بمقدمة حتى يتبين لطلاب العلم أن هذه المسألة مسألة تقسيم الفعل إلى جبلي وتشريعي يذكره أهل الوصول في باب السنة في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون ينقسم الفعل فعله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: جبلي، وربما قالوا اتفاقي، جبلي وتشريعي. فالجبلي بمعنى خلقه الله تعالى على ذلك، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كأنه كان إذا مشى كما كأنما ينحدر من صبب، هذه جبلة فيه صلى الله عليه وسلم، هكذا كان مشيه صلى الله عليه وسلم. أو تشريعي، أو تشريعي. لذلك اندرج تحت هذه القاعدة مسائل خلافية كثيرة، منها هذه المسألة التي نحن بصددها وهي جلسة الاستراحة، وكذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى صلاة العيد، فإنه كان يذهب من طريق ويرجع من طريق، فاختلف أهل العلم في ذلك، هل ذهابه من طريق ورجوعه من طريق آخر أمر اتفاقي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد به التشريع، أو هو أمر تشريعي؟ لذلك أهل الفقه وأهل العلم يختلفون في هذا الموضع، فمنهم من يقول أنه سنة، لذلك إذا ذهب إلى صلاة العيد ذهب من طريق ورجع من طريق، وكذلك يضربون بمثال آخر وهو حجه صلى الله عليه وسلم راكبا، هل فعل ذلك جبلة بمعنى أنه احتاج صلى الله عليه وسلم إلى الركوب لا سيما في عرفة وفي مزدلفة، أم أن هذا أمر تشريعي؟ فيختلف أهل العلم في ذلك. إذن يقسمونه إلى هذين القسمين: تشريعي أو جبلي. وهذا الأصل أو هذه القاعدة خرجها تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى على قاعدة أخرى، وهذا الذي يسميه أهل الأصول بتخريج الأصول عن الأصول أو توليد أصل عن أصل، فالأصل في القاعدة الأصولية أن يتخرج أو أن يخرج منها الفروع الفقهية، هذه ثمراتها، لكن ليس على إطلاقه، فهناك من القواعد الأصولية ما يتخرج عنه أصل آخر. فلذلك تاج الدين السبكي في هذا الموضع خرج هذه القاعدة، هذا الأصل، وهي فعله صلى الله عليه وسلم إذا دار بين الجبلي والتشريعي، على أصل آخر وهو إذا تعارض الأصل والظاهر، قال هذه تعود إلى أصل آخر، إذا تعارض الأصل والظاهر، وهذه قاعدة أصولية أخرى، فقال الأصل هو الفعل الجبلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، الأصل فيه البشرية، ثم شرفه الله تعالى وكلفه بالرسالة، والظاهر التشريعي. فبمثل هذا المواضع، في مثل هذه المسألة، جلسة الاستراحة وغيرها، إما أن تعود إلى هذا الأصل الذي نحن بصدده وهو تقسيم فعله صلى الله عليه وسلم إلى تشريعي وجبلي، أو إلى الأصل الآخر وهو إذا تعارض الأصل والظاهر. فقال الشارح رحمه الله تعالى: إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة، هذه لا تدخل في أنواع القرب، لا تكون قربة لله عز وجل، قال فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه، مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة على حالة الكبر والضعف لم يكن فيها هذه الجلسة، قال إذا أردت أن تحمله على أنه فعل جبلي وأنها ليس بقربة، هذا التأويل يحتاج إلى تتبع الآثار ويتبين هل كانت أفعاله صلى الله عليه وسلم في حال الكبر
والضعف لم تكن فيها هذه الجلسة؟ قال: أو يقترن فعلها بحالة الكبر، أو يثبت أنه صلى الله عليه وسلم إنما جلس هذه الجلسة في حال الكبر، وما نقل عن صلاته صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يكن يجلسها، من غير أن يدل ذلك على قصد القربة. قال: فلا بأس بهذا التأويل. إذا أردت أن تؤوله على هذا المعنى وأنه كان جبلة وليس تشريعا، لا بد من البحث عن هذين، عن هاتين القرينتين باستقراء السنة. ثم أصل هذا الأصل، ولسبك هذا الأصل حتى أن الأصوليين، هذا الآتي الكلام الآتي، حتى أن الأصوليين منهم صاحب البحر المحيط الزركشي رحمه الله تعالى نقله بحذافيره. قال: وقد ترجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قيود، هذا الفعل إذا ثبت أنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم أفعال خاصة اختصه الله تعالى بها. قال: ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بيان لمجمل، فإننا سبق وأن ذكرنا أن الفعل إذا جاء بيانا للمجمل الواجب كان واجبا، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره. قال: فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا. هذا الفعل ننظر ليس بخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ظهر أنه بيان لمجمل واجب، ولم تعلم صفته بقرائن أخرى. ننظر إلى هذا الفعل. قال: إما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فإن ظهر فمندوب، وإلا فمباح. لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة فالظاهر أنه من هيئتها، لأنها هنا تنازع هذه المسألة أصلان. أنت تقول أنها ليس في قربة، لكن هذا الفعل وقع في الصلاة، أي في صلاته صلى الله عليه وسلم، فكونه قربة هو الظاهر، كونه قربة هو الظاهر. قال: فالظاهر أنه من هيئتها. قال: لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه، السجود والركوع والقيام والقراءة كلها معروفة، لكن هذا الفعل زائد وظهر في الصلاة، إذن كونه قربة وربما كان أوضح فيه. قال: وهذا قوي، كونه في صلاة، كون هذا الفعل في صلاة، وكون هذا الفعل يتميز عن بقية أفعال الصلاة من القيام والركوع والسجود ونحوها، ثم أنه لا ذكر فيه فيظهر فيه قصد القربة. قال: وهذا قوي. قال: إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر، عفوا، بسبب الكبر أو الضعف، فحينئذ يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يعني يميل إلى أن هذه الجلسة جلسة الاستراحة يظهر فيها معنى القربة، وأن الأصل أو القاعدة أن هذا الفعل تشريعي، كأن المؤلف يعني يميل إليه، لكن بشرط بهذه الشروط. فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس فهو زيادة في الرجحان. فإذا تنازع هذا الفعل هذان الأصلان، هل هو جبلي بمعنى فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر في سنه صلى الله عليه وسلم، أم أنه تشريعي؟ وكل من رأى أنه مندوب قال أو مسنون، قال كونه في صلاة وكون هذا الفعل يتميز عن بقية أفعال الصلاة
يبين أنه تشريعي، ومن قال بل هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم إنما كان جبلة وخلقة منه صلى الله عليه وسلم حين كبر في سنه، قال أن هذا ليس بمسنون وهذا أمر جبلي. وربما جاء في هذا الموضع من قال الأولى أن نحمله على الحالين، وممن مال إلى الجمع إلى هذا عز الدين ابن عبد السلام، فإنه يقول إذا كان شابا فلا يجلس هذه الجلسة، إذا كان شابا فلا يجلس هذه الجلسة، لكن إذا كبر في سنه فالمسنون في حقه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس هذه الجلسة. وبذلك تبين تأصيل هذه المسألة. ثم نختم جلستنا الطيبة المباركة بها في هذا الموضع المبارك بهذا الحديث. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. انتهى الكلام. ووددت أيضا تذكيرا لك حتى أكون أنا وأنت من كلام المصنف على بيان وعلى علم، لأنه سيأتي بمسألة نحوية لطيفة في هذا الموضع، لكني إن كان الكتاب بين يديك وددت منك أن تتأمل كيف ضبط هذا السند عن عبد الله ابن مالك بالتنوين، عن عبد الله ابن مالك بالتنوين ابن بحينة، فجيء بالألف في ابن، بينما ابن مالك لم يؤت بالألف، وسيبين المصنف والشارح بعد ذلك أن الإعراب أحيانا إعراب الكلمات يعتمد على معرفة التاريخ، ويقصد بذلك تاريخ النسب. يقول الشارح رحمه الله تعالى: عبد الله، الكلام عليه من وجهين: عبد الله ابن مالك ابن بحينة، وبحينة أمه أم عبد الله بضم الباء الموحدة وفتح الهاء المهملة وبعدها ياء ساكنة ونون مفتوحة، وأبوه مالك ابن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة، وآخره باء أزدي النسب من أزد شنوءة، توفي في آخر خلافة معاوية، وهو أحد من نسب إلى أمه. فعلى هذا، وهذا التقرير هو اللطيف الذي ذكرتك به في أول الكلام فتأمله حفظك الله، فقال: فعلى هذا إذا وقع عبد الله في موضع رفع وجب أن ينون مالك، أن ينون مالك أبوه، ويرفع ابن لأنه ليس صفة لمالك فيترك تنوينه ويجر، وإنما هو صفة لعبد الله بن مالك. وإذا وقع عبد الله في موضع جر نون مالك وجر ابن لأنه ليس ابن صفة لمالك. قال: وهذا من المواضع التي يتوقف فيها صفة الإعراب على معرفة التاريخ، ويقصد بالتاريخ هنا النسب. هناك من نسب إلى، وسيأتي أيضا بعض الأمثلة، هناك من نسب إلى أمه وهو كثير، والنووي جمع أسماء كثيرة في من نسب إلى أمه، في من نسب، فالعرب كانت تنسب أحيانا إلى أمه. فنحن إذا قلنا عبد الله ابن مالك، مالك أبوه، فابن مالك هذه تعد صفة لمن لعبد الله، فلا بد أن يأخذ. فإذا قلت عبد الله لا بد من رفع ابن، فأقول
عبد الله ابن مالك، وإذا جر عبد الله فقلت عن عبد الله لا بد من جر ابن مالك، لأن ابن مالك صفة له. ابن بحينة هذا ليس من صفة مالك، وإلا لوجب أن يأخذ إعراب مالك، لو كان جده، لو كان أبو مالك لوجب أن يأخذ إعرابه. لكن بحينة ها هنا، هذا المقصد الذي أراد به ابن دقيق العيدي، معرفة النسب. إذا عرفت النسب، وقد ذكر ابن الجوزي أن من أهل الحديث من يغلط في هذه المواضع، فإذا قرأه يظن أن هذا جده بحينة، أن هذا جد عبد الله، لكنه ينسب إلى ابنه. ونحن بصدد وصف عبد الله، فلذلك لزم أن يكون ابن، أو أن يأخذ ابن بحينة إعراب عبد الله. فإذا كان عبد الله مرفوعا فقلت هو عبد الله ابن مالك، أنون مالك لأني لن أضيفه، وأقول ابن بحينة بالرفع، لأن عبد الله لأنه صفة لعبد الله، فيأخذ صفة الرفع، صفة الرفع، فأقول هو عبد الله ابن مالك ابن بحينة. ثم أزيد الألف. ليش زيادة الألف؟ لأن الألف هذه تحذف إذا كانت بين العلم والعلم. فمثلا المؤلف، مؤلفنا محمد ابن علي ابن وهب القشيري، أقول محمد ابن، أكتب تنطق لكنها في الرسم لا تكتب، فإنما تكتب الباء والنون. محمد ابن علي ابن وهب تنطق إذا كان بين علم وعلم، لكن إذا لم يكن بين علم وعلم فإن هذه الألف تزاد. فإذا قلت مثلا تقي الدين ابن دقيق العيد، نسبته إلى جده، ها هنا لا بد من إضافة الألف، فأقول تقي الدين ابن، فتضاف الألف. لكن الشاهد هذه من المواضع اللطيفة، أن ها هنا عبد الله بن مالك ابن بحينة، فأضيفت الألف، ولو كان مرفوعا لوجب كذلك أن يقال عبد الله ابن مالك ابن بحينة. ومن لطيف يعني ما ذكروا، قال ترى هذه من المواضع التي يتوقف فيها صفة الإعراب على معرفة التاريخ، أي مع معرفة تاريخ الأنساب، فإذا عرفت أن هذا منسوب إلى أمه خلاص تغير الإعراب. ثم أورد أمثلة، قال وهذا مثل محمد ابن حبيب اللغوي، قال صاحب كتاب المحبر في المؤتلف والمختلف في قبائل العرب. والعجيب أن حبيب هذه اسم أمه، لذلك لما عرفنا أنه ينسب إلى أمه وجب تغيير الإعراب. لو كان حبيب أبوه لقرأناه على النحو التالي، محمد ابن حبيب اللغوي، لكن ها هنا حبيب هذه أمه، اسم أمه، فاجتمع في هذا الاسم التأنيث والعلمية فلا ينصرف، فلذلك إذا قرئ قلنا محمد بن حبيب اللغوي فلا ينصرف، لأنه ممنوع، لأن هذا اسم أمه فهو ممنوع من الصرف. قال ومن غريب ما وقفت عليه في هذا محمد بن شرف القيرواني الأديب الشاعر المجيد، فإنه منسوب إلى أمه شرف. ووجه الغرابة اسم شرف، لأن الغالب شرف يعني ما يطلق على النساء، لكن قال من غريب ما وقفت عليه أن هذا الأديب المشهور محمد بن شرف هذا منسوب إلى أمه، فأمه اسمها شرف. قال ولذلك نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر كثير. وقد جمع النووي في شرح صحيح مسلم، وأظن في تهذيب الأسماء واللغات أيضا، نظائر كثيرة لهذا. وقد قيل أن بحينة أم أبيه مالك، والأول أصح، وهذا الذي رجحه.
وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ، أي من نسب إلى أمه جمعه في كتاب. والفائدة الثانية وهي آخرها ونختم إن شاء الله تعالى بها، قال وفي الحديث، وهو الفائدة الفقهية، قال وفي الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود. إذن إلحاقها بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال وهو الذي يسمى تخوية، هذه من المصطلحات، من المصطلحات الفقهية، يسمى بالتخوية، وذلك لأنه جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم خوى بين يديه. ومن المصطلحات كذلك يسمى التجنيح، وذلك لوروده في رواية فجنح صلى الله عليه وسلم في سجوده. وكذلك لا أدري تسمى تجخي، لكن جاء في رواية جخ صلى الله عليه وسلم بين يديه، جخ بين يديه، وهو التجافي بين يديه. لكن المصطلحات المعروفة هي التجنيح، التجنيح والتخوية، وهي مذكورة معروفة. لكن الجخ هل يشتق منها هذا المصدر؟ ما وقفت ولا أتجرأ على أهل العلم وأقول تجخية، فإن هذا مما لم أقف عليه. فإذا هذه من صفات سجوده صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عدم بسط الذراعين على الأرض، بل فيه نهي بسط الذراعين على الأرض. جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا يجلس أحدكم كما يجلس الكلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يبسط ذراعيه، فإنه لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما. فبياض الإبطين، لأن معنى ذلك أن اللبس الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان واسعا، بحيث أنه إذا جافى صلى الله عليه وسلم بين يديه كان يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. قال والتخوية، وإن شئت أن تسميه التجنيح، التجنيح مستحبة للرجال. ثم علله، وهذا تعليل عقلي ربما يصح وربما، قال لأن فيها إعمال اليدين في العبادة وإخراج هيئتها عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد، لأنه إذا جافى بين يديه تبين من خلال سجوده معنى أنه مجتهد في هذه العبادة، بخلاف إذا بسطها وإذا فرشها فكأن فيها معنى التكاسل. وقد يكون في ذلك أيضا على ما أشار إليه بعضهم، بعض الحمل على الوجه الذي يتأثر بما يلاقيه من الأرض، وهذا تعليل آخر. لذلك يعني أورده المصنف بالاحتمال، قال وقد يكون أن المرأة إذا جافى بين عضديه وبين ذراعيه واتكأ على يديه كان ذلك يعني يحمل ثقل جسده على يديه، فلا يكون الثقل كله أو أكثره على جبهته وعلى وجهه، لأن الجبهة والأنف يتأثران بالأرض. فربما أيضا يعني نذكر هذه العلل، نذكر هذه العلل التي يذكرها أهل الفقه، لكن حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يسجدها. فإن أردنا يعني استئناسا أن نذكر هذه العلل تفقها فلا بأس، وإلا الأصل أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التأسي به هو المطلوب في هذا الموضع. قال وهذا مشروط بألا يكون هذا الحمل على الوجه مزيلا للتحامل على الأرض، فإنه قد اشترط في السجود، والفقهاء خصوا ذلك بالرجال، أي التخوية والتجافي والتجنيح إنما هو سنة في حق الرجال دون النساء. وأما المرأة فقالوا تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لحالها، لأن المقصود منها التصون والتجمع
والتستر وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود. انتهى كلام الشارح، وانتهى ما يتعلق بهذا الحديث وهو آخره. ولعلنا نلتقي إن شاء الله تعالى بكم في الأسبوع القادم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.